هي طبعا موضوع اللامركزية وفر وقت، وفر مال، وفر ضغط على النقابة العامة، فده من ضمن القرارات العظيمة اللي تمت في خلال فترة تولي النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، وكانت من ضمن برنامجه الانتخابي، والحمد لله وفق في أنه ينفذها. وكانت حلم لكل المحامين أنه المحامي يطلع كارنيه من محافظته أو من نقابته الفرعية أو يطلع شهادته، وإن شاء الله القادم حيكون أفضل بإذن الله. خلال الفترة القادمة حيكون في استخراج البضاعات، بدأت من الأسبوع اللي فات، وإن شاء الله حيبقى كل الأمور حتبقى لصالح المحامي ولصالح الزميل، وحتبقى في تقريب للمسافات، توفير للمال، توفير للجهد، توفير للطاقة، توفير للسفر. كل ده حاجات طبعا أفرزتها فكرة اللامركزية اللي تم تنفيذها خلال فترة السابقة. جميع المحامين وسيما محامين الأقاليم والصعيد وبحري كلهم هيستفيدوا من هذا الأمر، لأنه المحامي يطلع نص ساعة يروح يطلع كارنيه ويدفع اشتراكه ويخلص مصلحته، وإذا كان عاوز يختم بطاقته كله ده بيتعمل خلال نص ساعة. دي بتدي فرصة للمحامي إنه ما يتأخرش في سداد اشتراكات. إحنا ياما مضحايا راحت نتيجة إن المحامي ما سافرش، أو نتيجة إنه ما فضيش يسافر وتم استبعاده، أو تم خد زوال قيد عشان عدم سداد اشتراكات. ده كل الحياة دي كانت موجودة قبل اللامركزية، لكن لما حصل الموضوع اللامركزية ده أصبح المحامين كلهم متاح بالنسبة لهم، وليس له عذر في أنه يتأخر عن سداد اشتراك ولا يتأخر عن استخراج كارنيه.